مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. امبارحة احتفلت شلة دبي بعيد ميلاد كريم ديب، فقاموا بمفاجأته ببيته برفقة زوجته لين، فحضر عدد كبير من أصدقائه من دبي، من بينهم برهوم معراوي، أسامة مروة، عمر القضاء وغيرهم كثير. والأجواء كانت حماسية جدا، ومفهوم الحفلة كان ارتدائهم لستايل التسعينات. ولكن الشيء اللي تساءل عنه الجمهور هو سبب عدم تواجد غيث مروان بالحفلة، رغم أنه يعد من بين أصدقائهم المقربين جدا. فغيث وصل دبي برفقة برهوم امبارحة من بعد ما غادروا جورجيا مع بعض، إلا أن برهوم توجه دغري للحفلة وغيث لم يحضر الحفلة. فغيث ظهر اليوم صباحا بستوري برفقة عائلته على انستغرام. بسرعة تعال تعال، غرت من لما حاس حالي بالبيت كلب. أما نارين بيوتي وبتواجدها بالأردن شاركت فيديو مع متابعينها على انستغرام، وثقت من خلاله لحظات مساعدتها لمخيمات اللاجئين بالأردن. أما نور ستارز فشاركت هالصور وأعلنت رسميا أنها عم بتحضر لمفاجآت جديدة، وهالمرة بتعاونها مع براند عالمي، والمفاجأة حتكون ضخمة جدا وعملت عليها لمدة سنين وحتكون عالمية. فشو هي توقعاتكم لمفاجأة نور ستارز؟ اكتبوها تحت بخانة التعليقات. أما ماريانا غريب فعم تستعد لإطلاق أغنيتها الأولى من بعد عمل دام سنتين، حيث صرحت أنها حتنزل قريبا جدا، حيث انطلق التصوير الفيديو كليب، وهذا يعني أن الأغنية صارت جاهزة. وتزامنا مع ذلك فماريانا اتخذت قرار حذف كل فيديوهاتها على تيك توك وتركها للمنصة رسميا، وصرحت أنها ما صارت تحب تشوف نفسها ترقص على البرنامج. فشو رأيكم بقرارها؟ جايز والله بعرف انه التيك توك كويس وله متابعينه وله جوه وله دنيته. انا مش سبب الرئيسي اللي انا بطلت انشر فيديوز على تيك توك، مش صناع المحتوى اللي عم يصنعوا اللي عم يقدموا محتوى سيء على تيك توك، مانو هاد السبب الرئيسي، في اسباب تانية. مثلا احد الاسباب اني انا حبيت اطور من نفسي، ما عاد شوف حالي انه انا مريان بتثبت التليفون وبتصور رقصة على الترند، انا ما عاد احب اعمل هيك شيء، حبيت اطور من نفسي. وتيك توك حرد تشارك عليه فقط أعمال يعني غنية عملتها. أما لايف أسارة فرجعت لتتفاعل من جديد على السوشيال ميديا من بعد انقطاع دام سنة كاملة بسبب انشغالها بالدراسة للنجاح بالتوجيهي، فتمكنت من تحقيق حلمها ونجحت بمعدل 98.6، وشاركت فرحتها بهالفيديو، فألف مبروك لسارة.